الله معكم جميعا لكل الأصحاب والأصدقاء على الفيسبوك. عندي حبيت أتوجه لكم بمعايدة روحية بمناسبة عيد الميلاد، وحبيت تكون هالمعايدة عبارة عن كلمة روحية وتأمل بسر التجسد يلي هو بيرتبط ارتباط مباشر بسر الفداء. من هون إذا بنرجع للتقليد الكنسي البيزنطي والتقليد الإيكونوغرافي بنشوف أنه يسوع بمولده التصوير الإيكونوغرافي بيصور يسوع ولد بقلب مغارة بقلب كهف مظلم، بنشوف أنه مزوده هو أشبه بتابوت. حتى يقولوا لي الآباء الكبار القديسين يلي كانوا عم بيرسموا أو عم بيكتبوا الإيقونات أنه يسوع بيرتبط مماته بكهف عبارة على انحداره إلى الجحيم، صورة كمان لموته وقيامته. فمن هون حبيت أني أعمل تأمل كتير حلو وتشارك فيه أنا وياكم، أعمل شير معكم لإله، ويكون هالتأمل حول مزود الرب يسوع وصليب يسوع المسيح. في شيء مشترك بين المزود وبين الصليب كرسالة، أو اللي عمله المزود هو كمان الصليب عمله بنفس الوقت. يسوع بلش حياته على الأرض نايم على خشبة المزود، نهي الرب يسوع حياته على الأرض نايم على خشبة الصليب. اختار الله الآب المزود حتى يولد الرب يسوع فيه. اختار الله الآب الصليب حتى يسوع يموت عليه ويقوم منتصر. ولد يسوع ليلا في المزود، فأشرق النجم وأنار المسكونة. مات يسوع في ظلمة الجلجلة، فأشرق على الصليب ساطعا. وضعته أمه بالمزود ونام مستلقيا. وضعه الآب على الصليب ونام عليه واقفا. قمطته مريم بأقماط وأضجعته في المزود. سمح الآب بأن يعرى يسوع على الصليب ليلبس آدم العريان ثوب النعمة. كان الشاهدان على وجود يسوع في المزود يوسف ومريم. كان الشاهدان على موت يسوع مريم ويوحنا. جذب نور النجم كل الأبصار إلى بيت لحم. جذب نور الصليب كل الأبصار إلى الجلجلة. جذب المزود نور السماء إلى الأرض فحرر المأسورين. بينما الصليب جذب نور المسيح إلى أسافل الأرض فحرر المأسورين في الجحيم. جاء رعاة إسرائيل الفقراء سجدوا ليسوع المضجع في المزود. جاء رعاة إسرائيل وسخروا من يسوع المعلق على الصليب. قدم المزود
نوما هنيئا للرب يسوع. بينما الصليب قدم للرب يسوع نوما مؤلما. قدم المزود طعاما للبهائم، واختاره الطفل يسوع مكانا لكي يولد فيه، لكي يصير طعاما لنا. الذي أساسه في الجبال بينما الصليب حررنا من عبوديتنا، وقدم لنا يسوع طعاما إفخارستيا أكثر من جميع مساكن. هون عم نلاحظ قوة التشابه ما بين الأحداث اللي صارت بمولد يسوع عندما أرجع في مزود، وأثناء موت يسوع عندما علق على الصليب. فكما أنه يسوع بلش رسالته بخشبة أنهيها بخشبة، والأحداث لقيت كمالة على الصليب، هي اللي ابتدت أمام المزود. جمع المزود حول الإله المتجسد ثورا وحمارا. الثور رمز الذبيحة، والحمار هو رمز الخدمة والضعف. بينما الصليب قدم يسوع حملا ذبيحا، هو الحمل، هو الإله الذي تواضع حتى موت الصليب وخدم إرادة الله الآب. من المزود مد يسوع يداه لأمه مبتسما، بينما عندما كان يسوع على الصليب يسوع مد يداه لأمه متألما. قدم المزود يسوع في الخفاء في مغارة. قدم الصليب الرب يسوع على العلن، على الجلجلة وأمام الجميع ليجذب إليه الجميع. جذب المزود ملوك بابل وسجدوا له أمام المزود، بينما الصليب جذب إليه كل ملوك الأرض والأمم والوثنيين وسجدوا له، وكان أول ملك الملك قسطنطين. على أقدام مزود يسوع وضع البخور والمر والذهب. وعلى أقدام الصليب وضع المر الممزوج مع الخل، ورفع يسوع ذبيحته للآب بخورا عطرا، وعندما قام ممجدا عاد إلى يمين الآب ملكا متوجا بتاج من الذهب. اجتمع الرعاة مع خرافهم على أقدام المزود وسجدوا للرب. بينما على الصليب اجتمع رعاة الكنيسة، الرسل بشخص يوحنا الحبيب وخرافهم أي المؤمنين، وسجدوا للرب يسوع. جذب مزود يسوع أطفال بيت لحم، فكانوا أول الشهداء الذين ماتوا من أجله.
جذب صليب يسوع الشهداء الذين آمنوا به وبشروا بأنه إله قائم من الموت، فماتوا من أجل قيامة الكنيسة. مزود يسوع كان معلفا للبهائم، أصبح مائدة للغفران. صليب يسوع كان خشبة عار للصوص، أصبح عرشا ينبع منه الغفران. قدم المسود لنا يسوع إلها فقيرا بينما الصليب قدم لنا يسوع إلها غنيا بالرحمة والحب. المزود أرعب هيرودس عدو الله، والصليب أرعب الشيطان عدو الله. في المزود نرى يسوع نائما مستلقيا نومة الموت، على الصليب نرى يسوع نائما واقفا وقفة القيامة. قدم لنا المزود أما عذراء لها ابن واحد هو يسوع. بينما الصليب قدم لنا أما عذراء، مريم أصبحت أم البشرية. قدم لنا المزود تعليم الله الآب وقوانين كنيسته بواسطة يسوع المسيح الذي رضع من أمه اللبن، بينما الصليب قدم لنا يسوع الذي من قلبه تفجرت هذه الكنيسة. المزود كان مفتاحاً لبداية حياة عريس الكنيسة على الأرض، بينما الصليب كان مفتاحاً لبداية كنيسة يسوع ومسيرتها على الأرض. هذا هو سر التجسد، هذا هو سر الفداء. المزود يشرح رسالة الصليب. من القلب بعيدكم مرة جديدة، بتمنى لكم أعياد مجيدة، وكل عيد ميلاد أنتم بألف خير.